أنا يعني فعل هذا نقد صحيح للوزارة وإمكاناتها وأعمالها وأنشطتها، وقد تجد مظاهر منه في بداية عملي الآن، يعني لأن هذه تركة ثقيلة جاثمة وليس من السهل يعني مواجهتها في لحظة معينة. لكن مرة أخرى أقول أنه مجمل الإصلاحات أنا أعتقد كفيلة بأن تخلق بيئة جديدة للعمل. يعني ما قلت من ملاحظة صحيحة وصادق عليها لا يعني أن نلتزم بها، ولا يعني أن يكون عملنا دعائي شعاري بمواجهتها، أبداً ما هكذا الأمور يعني. لكن أن تضع إجراءات وآليات تتعلق بالإدارة، بطبيعة الأنشطة اللي تمارسها والتفكير فيها من جديد، هي هذا راح تواجه أشياء أو تواجه هذا النقد أو تحل هذا الإشكال تدريجيا، لأنه هناك بعض الإشكالات ممكن تحل فورا يعني بقرار بالضبط، لكن هناك إشكالات متأصلة تحتاج وقت وتحتاج مجموعة إجراءات تأخذ مداها حتى تنفذ.